بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع آخر آية في هذه الحلقة والله المستعان، مع الآية 23 من سورة البقرة، مع قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآية تتشابه مع الآية 38 من سورة يونس والآية 13 من سورة هود. للسائل أن يسأل: لما اختصت آية البقرة بزيادة من قبل مثله؟ نقول وبالله التوفيق والله أعلم بمراده. تدبر يا أخي عبارات التي وردت في كل آية، تجد أن آية البقرة الله سبحانه وتعالى يتولى بذاته الدفاع عن نبيه وصدق رسالته وما أنزل عليه من القرآن. الآية خلت من لفظ قل، فالخطاب مباشر من الله سبحانه وتعالى، فدعاهم بأنهم إن كانوا يشككون في نبوته وصدق رسالته وما أنزل عليه فأتوا برجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم يقول ولو بسورة واحدة، ويشهد على ذلك من تشاءون. أما في آيتي يونس وهود فالنبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله يتولى الدفاع هو عليه الصلاة والسلام عن القرآن، فلذا الآيتان فيهما لفظ قل، والمتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بأن يأتوا بسورة أو 10 سور مثل القرآن. للسائل أن يسأل: لما قال في آية البقرة وادعوا شهداءكم، وفي الموضعين الآخرين وادعوا من استطعتم؟ نقول وبالله التوفيق والله أعلم بمراده. لما اختلف غرض التحدي في آية البقرة عنه في المواضع الأخرى، حيث أنه في آية البقرة المتحدى به هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان عندكم من يشابه ويدانيه ويشهد بذلك منكم فأتوا به، فهنا المطلوب موضع الشهادة للتزكية، فناسبها وادعوا شهداءكم. أما في الموضوعين الآخرين فالمطلوب هو العون على صياغة نص، فناسبها وادعوا من استطعتم. تبقى مقارنة بين آيتي يونس وهود تأتي في موضعها بإذن الله، ولله الحمد والمنة، وإلى لقاء قريب يجمعنا بإذن الله تبارك وتعالى مع مواضع أخرى للمتشابه في سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.